شبعت صحة وهنا. ها الو داني، بابا سمح لي اطلع على الرحلة بكرة. انتي عن جد عم تحكي؟ انا حسيت انها رح تزبط. هلا الصبح بكير رح نطلع؟ ايه حياتي، انطريني عند كافيه الجامعة وانا بجي باخدك. طيب نحنا رح نطول شي؟ قلت لهم يوم. لا ما رح نطول كتير، خلاص اعتمدي علي ولا يهمك انتي. طيب رح انطرك بالكافيه الصبح، تصبح على خير. وانتي بخير. والله طلعتي مالك سهلة ابدا. ايه روحي لقلك، انا بعرف شلون بدي اتصرف مع حضرتك. تعرف داني، منيح انه تمشينا لانه عن جد ارتحت كتير. اخ يا ريت نبقى انا وياك مع بعض. طيب لما نرجع معناتها؟ ايه موافقة. سيلين؟ ايه اللي حياتي. انا بحياتي ما عشت علاقة صادقة ومن القلب هيك، لا ومع وحدة لهي الدرجة حلوة. هلا انت يمكن تستغرب الكلام اللي عم بحكيه، بس بلشت حسك اقرب الي من اي حدا تاني بهالدنيا. عن جد انا كمان. انا خلص لقيت فتاة احلامي، ما بدي شي تاني ابدا. رح اسألك سؤال. سؤال. سيلين بتقبلي تتزوجي مني؟ داني انت عن جد فاجأتني بهذا العرض. بعرف فاجأتك، بس جاوبي هلا على السؤال. ايه اكيد اكيد طبعا موافقة طبعا. جوري بصراحة انا عندي فضول لأعرف شو الشغل المستعجل اللي سرقك مني. انا لازم شوف جهاد فورا عمر. يعني بخصوص جهاد انا ما تغير رأيي ابدا جوري، انتي لازم تصارحي بكل شيء وبأي طريقة كمان. ما بعرف بس حالته ما بتسمح لي حاكيه بالموضوع. هو بهالحالة ما فيني اقول له كل شيء وأصدمه. يعني انا شوي شوي عم حاول انه خبره وعم حاول لاقي الفرصة المناسبة، بس ما عم يمشي الحال. بنوب صارت القصص ورا بعضها وبسرعة. مثلا اليوم الصبح توليب عم بتحاكيني مشان بيع المشفى. الو نعم توليب. الو عمر، جهاد ضايع. شو عم بتقولي؟ مالي غيرك، ممكن تساعدني لو سمحت؟ طيب انا جاي لعندك فورا. قال اخوه جهاد ضايع. لا لا حياتي ما له ضايع ولا شيء. توليب هيك قالت لي. هذا اللي كنت بدي اقول لك اياه قبل ما يرن موبايلك. هلا عمر امبارح جهاد ما كان منيح وطلب انه يحكي معي، ولهيك اليوم الصبح هرب من القصر وصهري التقى بجهاد وطالعه بالسيارة. حاول يرجعه على البيت بس جهاد أصر ما بده يرجع أبدا، وصهري ما عرف كيف بده يتصرف لهيك أخده على بيته. وليش ما قال لتوليب هذا الشي يعني؟ لأنه خاف تقلعه توليب خانمه من الشغل. قصدك هذا كان الشغل المستعجل ما هيك؟ تمام، لكن خلينا نجيب جهاد وراح أتصل بتوليب وخبرها مشان ما تقلق أكتر من هيك على أخوها. قالوا أي توليب؟ نحن بأقرب وقت رح نتزوج سيلين. أول ما تتطلق أمي مندبر لها بيت صغير عقدة، وبعدين منشوف حياتنا. طيب أمك ليش ما بتعيش معنا؟ هلأ أنت عن جد عم تحكي ولا عم تجامليني؟ أكيد أنا ما بجاملك. من هلأ عم بقلك ها؟ ما بدي مشاكل الكنة والحماية. وعلى أساس طالعين رحلة. شو هالصوت؟ في حدا برا؟ ما في حدا. غريبة. خفت. هي يمكن قطة.